أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير بحلقة جديدة من برنامج لقاء خاص الذي يبث عبر القناة الثالثة في تلفزيون دولة الكويت. اليوم راح يكون معنا ضيف مميز جدا باقي في الذاكرة في ذاكرة كرة القدم الكويتية. خلونا نرحب بالكابتن مالك القلاف. كابتن مالك يعطيك العافية ونشكرك على تواجدك معنا في هذا البرنامج برنامج لقاء خاص. أول شيء مساك الله بالخير أستاذ محمد، وأنا يعني للأمانة يعني جدا سعيد لسببين. السبب الأول هذه المجموعة أنا اشتغلت وياها فترات طويلة خلف الكواليس اللي هم متواجدين، وأعرفهم بالاسم واحد واحد، الكادر كله، الكوست كله، يعني اللي خلف الكواليس، وجدا فرح بشوفتهم وشوفتك، يعني أكيد هذا ما في شك. فأنا تواجدي يعني ماني غريب على تلفزيون الكويت، وخاصة القناة الثالثة، أنا ابن القناة الثالثة، وبأي وقت يعني على على على, على الرحب والسعة بأي وقت. الله يحفظك. نحن كذلك سعداء إذا تسمح لنا كابتن مالك ناخذ هذا التقرير الخاص عن الكابتن مالك القلاف. نعم. ونرد نستكمل حديثنا إن شاء الله. أعزائي المشاهدين خلونا نشوف هذا التقرير الخاص بالكابتن مالك القلاف ونرد نستكمل حديثنا. تعتبر كرة القدم هي الرياضة الشعبية الأولى في العالم ودول الخليج، وخاصة في وطننا الغالي الكويت. ضمت هذه الرياضة العديد من اللاعبين المخضرمين والموهوبين بالفطرة منذ تأسيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عام 1952. ومن أولئك اللاعبين اللاعب السابق مالك القلاف بدأ مسيرته الكروية مع نادي اليرموك منذ عام 1988، حيث بدأ اللعب مع فريق مرحلة الناشئين، ثم تدرج في المراحل السنية لمدة سنتين إلى أن انضم إلى الفريق الأول لنادي اليرموك. ومن خلال فطنته في لعب كرة القدم انضم إلى المنتخب الوطني وشارك في العديد من المباريات. وفي عام 1997 انتقل إلى نادي العربي الكويتي، حيث شارك مع الفريق الأول في العديد من المباريات الشيقة المليئة بالتحديات والصعوبات، ولكن لم تكن تلك التحديات صعبة عليه، حيث واجه العوائق مع فريقه وشق طريقه للوصول إلى القمة دون منازع، بالإضافة إلى أنه شارك في العديد من المباريات وحقق إنجازات جميلة مع المنتخب الوطني منذ انضمامه. ومن تلك المشاركات حاز على المركز الثالث مع فريق المنتخب الأول في بطولة كأس الخليج 15 التي أقيمت في المملكة العربية السعودية شقيقة. ترك اللاعب السابق مالك القلاف أثراً جميلاً وبصمة رياضية واضحة في كرة القدم من خلال مشاركاته في المباريات المحلية والخارجية، بالإضافة إلى أنه لم يترك كرة القدم بعد اعتزاله، حيث اتجه إلى التدريب لينقل خبراته وثقافته الرياضية التي اكتسبها للأجيال القادمة. يا هلا فيكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية بعد ما شفنا هذا التقرير الخاص عن السيرة الذاتية للكابتن مالك القلاف. كابتن مالك يعني سيرتك عطرة بإذن الله تعالى، ودنا نتكلم في البداية عن نشأتك الرياضية، بدايتك أكيد يعني في السكي قاعد تمارس هوايتك مع الشباب، شو كانت البداية يعني الكابتن مالك؟ والله شوف أستاذ محمد، ترى يعني كثر ما يكون عندك ارشيف صدقني، اول شيء هذا لازم يعرف يعني المشاهد الكريم ان 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 ما جاي بالساهل، يعني في مطبات كثيره مرت علي بحياتي، لكن مثل ما تفضلت هي تعودنا احنا ايام المدرسه بالمدارس من يعني عمري يمكن اول ما وصلت الاولى ابتدائي مدرسه ابن سينا من الدعيه، واحنا يعني كان هذا الشغف عندنا، والسبب مدرسين التربيه البدنيه بذاك الوقت، تشوف القدساوي والعرباوي، احنا ما كان عندنا سالفه قادسيه وعربي، وخاصه ان النادي العربي قريب عندي يعني امام بيتنا يعني من صوب الدعيه، لكن الشغف الاكثر كان اخوي يعني الله يذكره بالخير، اخوي هاشم، وهو كان سبب رئيسي، دائما عندنا حوش بذاك الوقت بالدعيه كلام فيها حيوش، فهو كان يشوت انا احاول اني اطوفه، هو اكبر مني سنا يعني، لكن كان عندي الشغف، فطبيعي كانت اثناء المدرسه كانت موجودة عندنا. قام شوي شوي بعد سنة سنتين ثلاث شوي شوي لعبني ويا الناس اللي أكبر مني أخوي عندنا بالبراحة، وأذكر في سنة من السنين أنا صورت حق التلفزيون عندنا بالكويت، هذا من قبل يمكن أكثر من 20 سنة، صورنا حتى مكان البراحة صورناها وشون كنا نلعب وناس ويا أكبر مني، وهذا اللي أعطاني الإضافة أن أنا من صغري كنت ألعب ويا ناس أكبر مني، فطبيعي هني كنت أروح النادي العربي بذاك الوقت،
وأيام بسيطة أستاذ محمد، وياي أثنين يعني من الربع من فريجنا، خذوا أوراقي وأموري طيبة كل شيء، وحطينا بذاك الوقت يعني حتى الظرف حطيناه مع الطاولة، ربعي ما سجلوهم زعلوا، يلا امشي شلون سجلوه، قالوا لهم شوفوا لكم لعبة ثانية ضايقوا زين أوراقي، أقول لهم كا أوراقك خذوها تقول مثل بوقة باقوها، يلا خلنا نطلع، وطلعنا حقيقة. قعدنا بعدها كم يوم ونفس الموضوع تكرر، رحنا باص مواصلات نادي اليرموك ونفس الموضوع ما سجلوا ربعي، فأنا سولفت قاعد أقول لهم أنا ربعي هذين شيء إحنا كنا بنعذب، أنت سجلت نادي العربي؟ قلت لهم مين، خذوا أوراقي لي بس خذيناهم زين، ليش يعني ليش ما تميت؟ قلت له ربعي منو ربعك فلان وفلان خصين، لا أنتوا يبوا أوراقكم، هي ذكاء هي عشان يستقطبونك ويضمنونك عشان لا ترد تطلع وتروح مثلا مره ثانيه ترجع النادي العربي، قالوا مو اوراقكم خلاص انتوا وياه. لما بدا الموسم اكتشفنا ان الاوراقهم محطوطه بدراج الرياح مو موجوده بس شكل، بدا الموسم انا تسجلت وبصمت وكل شيء وتسجلت بنادي اليرموك ومشيت، وربعي عشان يقنعونهم بس لما بدا الموسم اكتشفوا ان هم مو مسجلهم مجرد طلبوا اوراقهم، وكملت مسيرتي في نادي اليرموك. بنادي اليرموك حلو. طيب البداية كانت رغبتك في النادي العربي، أكيد ما في عشان ربعك رحت نادي اليرموك. ودنا نتكلم عن الأسرة لها دور أكيد في يعني حياة اللاعب، هل أسرة الكابتن مالك القلاف كانت داعمة له في مسيرته الرياضية، ولا كان عندهم تخوف من مسألة التقصير الدراسي؟ شوف يعني أبوي رحمة الله عليه يعني كان يهمه شيء واحد، إنه يكون الاستقرار الذاتي داخل المنزل وداخل البيت، واحنا من عائلتين يعني الوالد ماخذ والدتي الله يرحمها ومرت ابوي كذلك رحمه الله عليها، لكن احنا كلنا بيت واحد كنا، فالكل كان يخاف على الثاني. انا اصغر واحد يعني اخر العنقود من 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 من, من الرجال او نقول من الصغار الاولاد، اللي اكبر مني كانوا متميزين يعني، انا عندي اخو كان مميز بلاعب طائره لكن وقت الدراسه وصل الثانويه ترك وراح كمل دراسات عليا، عندي أخوي الثاني لاعب كرة قدم لما وصل الجامعة ترك، عندي أخوي كذلك هو وكيل وزارة العدل وتوى يعني انتهت مدته، اللي هو أنا أخوي هاشم التقي وياه لما بطل الدراسة ابتعد، والكل كنت ألعب وياهم أكبر مني فكنت أشوفهم قدوة لي، هذه حقيقة. وعندي خالي عبد الوهاب وهو اللي يحب كرة القدم وما تركها لكن ما يحب يتسجل بنادي يحب يلعب برا، فكنت أنا أشوفهم كلهم هذيل شلون أستفيد منهم، فكانوا يأخذون وياهم مرات مباريات أطالع، مرات يدخلون إذا ناقصين أنت تدري هم أكبر منك تعال العب، فكنت عندي الشغف الوحيد اللي بين هذه الأسرة كلها أنه كان عندي شغف كروي أكثر ما هو دراسي، أقولها بكل أمانة. والدليل أن لا إله إلا الله جميع أخواني تفوقوا ووصلوا إلى مراحل ومناصب عليا ما بعد الدراسة ومراكز ومناصب، وهذا حق مشهور. أنا تأخرت لكن بعدها تالي بعد ما تمكنت رياضيا سويت استكمال الأمور الخاصة فيني دراسيا وقدرت أوصل، لكن ما عندي الشغف أني أنا يكون عندي طموح أوصل لأعلى مرتبة دراسية. كنت أبي أوصل أعلى مرتبة رياضية وحققت كل اللي أبي رياضيا، والمرجع كان عن طريق الأسرة يعني كلهم كانوا يعني الحين لو يتكلمون عن مالك القلاف بالنسبة لهم أرشيف، لما يتكلمون وهو بأماكنهم الحين ومناصبهم خلاص أنت أخو مالك القلاف، هذا شيء يعني يعطيني نوع من الفخر ويعطيني أن في شيء قدمته وإن كان رياضي. حلو كابتن مالك، لاعبين الفريج يعني أكيد في لاعبين ما زالوا راسخين في ذاكرة الكابتن مالك القلاف، ما ينسى مواقفه معهم مواقفهم معه، من تستذكر من اللاعبين هذين؟ شوفوا هما كثر والغالبية أكبر مني، لكن يعني حاليا هو أبو حسين وهو صديق عمري ولا ما زالوا بالدعية ما شاء الله، يعني احنا يعني تغيرت اماكننا، لكن فريد اليتيم كذلك، اخوي سالم من عيال السلطان، هذيل الاقرب لي، الباجي اكبر مني سنا يعني واحد من عيال حياتي كذلك كانوا موجودين، هذي كلهم اللي انا كلمتك اكبر مني لكن كنت العب وياهم، لكن ثلاثه اللي ذكرتهم هم الاقرب مني، هذيل سبحان الله ولا واحد فيهم استكمل رياضيا، اعطيك اياها بالكويتي، انا نوعا ما شيطان تلقاني صعدت الطوفة ما أركض، يعني يحاولون يبعدوني، أعطيك حادثة ضحك وأقول لك ليش إنه ودنا إيه ليش يعني قلت عن هالكلمة، لأن هالكلمة هم قالوا مالك القلاف شيطان، يعني مالك ذاك الوقت شيطان. بولا ابتدائي آسف ثالثة ابتدائي تدري قبل يعطونا شهادات الصفر بالسبعينات يعطونا شهادات الصفر، ف
فالدوحة عندي كانت موجودة بالشهر الأول، الشهر اللي وراه يعطونك الشهادة بعد ما تخلص تكون كذي، ما كان فصل دراسي أول وثاني نفس الوقت الحال. صحيح. فآخر الحصة كانوا يعطونا يعني الحصة الأخيرة وباقي يمكن ربع ساعة يعطونا الشهادة. أنا بس بوريك إن وين تفكيري رياضيا، فكانت مربوطة الشهادة، وكان الوالد رحمة الله عليه وأخوي العود يعني رابطين إن الشهادة تنجح تنجح. فأنا بطلت الشهادة، شفت الدويحة سكرت قعدت قلت ما برجع البيت، أنا أقدر أرجع مشي يعني مو بعيد عني. قعدت انتهى الدوام كل شيء، طلع مدرس التربية البدنية اللي هو مشرف علينا كرياضيين وينطل وغتساوي، طالعني أستاذ يعقوب اسمه الله يذكره بالخير، شافني أنا حاط إيدي على ركبي كذي وقاعد وبرا سور المدرسة خايف شوي، إيه وشم قاعدك العالم كلها مشت. قلت له ماني رايح البيت. ليش؟ قلت له أبوي راح يطقني. ليش؟ ليش؟ قلت له أعطونا الشهادة وأنا صاغت. شنو يعني تبي تقعديني؟ قوم قوم أنا. قلت له والله يطقني. قال لي مالك شغل عندي، قوم قوم أنا حاط شبوك وأعرف. قلت له ترى ما راح يخليني ألعب كرة ولا شيء، يمكن يقعدني حتى بالبيت وسبع عقوبة شيء ما أروح المدرسة. قال لي يمشي. الأهل يحاطون، الكل يدورون، أثار وصلنا والبيت خلية نحل. أمي الله يرحمها تحاتي. وصلنا عند الباب أبوي حكي هذا العصر نقدر نقول يعني تقريبا احنا وصلنا ثلاث حلو ثلاث تقريبا. أبوي واقف عند الباب رحمة الله. قلت له ماني نازل، قاعد بالسيارة والله خايف. نزل سيد يعقوب كلم الوالد، أنا أشوف الوالد رحمة الله يأشر يعني كنا وينه أبي يا سيد يعقوب. قال لا تحاتي أنا كلمت أبوك وفهمت السالفة وإن شاء الله أنت لك مني، أنا اللي راح أجاب الشهر الجاي أنت تكون ناجح أكيد. أوكي نزلت من السيارة وأنا واصل قربت عند الوالد، وين شهادتك؟ أول كلمة أنا قاعد أقول بقلبي ذاك الوقت، حين سادي عقوب مو كلمة، حين يبي شهادتي بيقطعها على راسي وأنا بطلع شهادة خايف مرتبك ترجف فيدي. بطلها سادي عقوب وطالع الشهادة شيء يعني بيعطيها، طالع ولا هذه ما شهر الأول الحين أنا ناجح بالشهر هذا، الشهر هذا اللي أنا سلمونه فيه أنا ناجح. ولا يقول يبا ولدك ناجح؟ قال لي تقول لي أنا ناجح؟ أنت اللي تشوف مو أنا. قال له والله ناجح تفضل يبا كاهو. بس هو أنا ما انتبهت، قال لي إن راسب أنا مشيت عليه، هذه ما الشهر الأول الحين ناجح ودرجاته كلها فوق. أنا بين إني أفرح وأبكي وبين بلم أبوي الله يرحمه، خذاني تعال يبا ماكو ولا شيء ولك مني كرة هدية. إيه كرة بذاك الوقت صارت العقوبة ومكافأة. مكافأة إيه؟ وهذا الوقت قلت له يبا لك مني كل شهر أنا راح أفضل، ونجحت وعديت المرحلة وكذا كذا. لما رحمة الله عليه وصلت الفريق الأول حكي كان بـ89 توفى الوالد. هني أنا كرهت الدراسة لأن أنا كنت وقتها وقت الاختبارات لما توفى والدي، فخذيت خطرج عليه 94 أنا أكره حتى أبطل الجريدة. حلو حقيقة لأن وقتها كانت بعز الدراسة. تأثرت بعد وفاة والدي يعني ما كملت الثانوية، حتى الثانوية ما كملتها. حلو استمريت مع نادي اليرموك. نادي اليرموك يعني أحد الأندية المميزة في دولة الكويت، ما في شك. على الرغم من أن بطولاته يعني شبه معدومة لكن كان ينافس بجدارة ويصل إلى النهائي. كلمنا عن تجربتك مع نادي اليرموك من مرحلة الناشئين وصولا إلى مرحلة الفريق. شوف أستاذ محمد أنا نادي اليرموك ما طولت بالمراحل السنية أكثر من سنتين ونص وصعدت الفريق الأول، وخلني أستشهد بالذكر المدربين اللي شرفوا علي. يعني في مدرب بلغاري كان موجود لكن من وراهن علينا المدربين الوطنيين اللي هو الله يذكره بالخير عبد اللطيف الرشدان، سعد فرحان، باغر دشتي، حيدر أبول، هذين المدربين. وروح حق الإداريين أنور الرخيمي برائد وعبد الرسول هاشم، هذين الإداريين اللي كانوا علي اللي موجودين، هذين اللي راهنوا علينا بذاك الوقت، حسين ياسين كذلك من المدربين. ما مداني أنا فعلي 19 صعدوني الفريق الأول، يعني أنا وقتها لما كنت موجود على طول فريق تحت 15 سنة اللي وراها خلوها تحت 16، هذه صارت سنة، السنة اللي وراها إحنا تحت 17 كنا نلعب 17-19، السنة اللي وراها لعبنا 19 فريق أول، بعدها فريق أول بعد ما نزلنا تحت، يعني إحنا مجموعة ما تعدينا 4 لاعبين. الله يذكره بالخير فهد بلوشي كان أخو اللاعب الكبير عبد الله بلوشي كان موجود وياي، صلاح جاسم وموجود عندكم بالإعلام من 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 خيرة اللاعبين الموجودين، عدنان شعيبي اللي هو بعدنا يعني أنا بعدنا بسنة، عبد الله العجمي من الأشخاص اللي صعدوا ويانا، مالك القلاط، إحنا اللي راهنوا علينا يعني شقينا طريقنا إحنا ومشينا.
تخيل أنا أول يعني اختبار تلعب ويا الفريق الأول بشكل رسمي بشكل كانت نظام خروج ذهاب وإياب نظام الكأس. شاركت أمام خيطان وقتها وبعدها دشينا موسم 88-89-89-90 كملت لغاية سنة 94 اللي أنا سافرت لبعثتي. لكن هذيل لهم فضل علي اللي أنا ذكرتهم الإداريين ومن إحنا كنا نلعب يعني أنا كنت أشوف جمعة العازمي بسام العازمي الله يذكره بالخير حسين مشيمي هذا الجيل اللي قبلي بسنتين وخذوا بطولة الدوري بالنادي الكويت فريق 20 كان فريق رهيب وهذه المجموعة صعدوها وعزتوها بأربع لاعبين كان عندنا فريق سادة محمد إحنا كنا ننافس ما أنا ما لعب دوري درجة ثانية للعلم حلو طول ما أنا بنادي اليرموك ما لعب كنا لعب منافسين نقدر نقول شنو الأسباب الرئيسية اللي ما أدت إلى نادي اليرموك النخبة شوف المنطقة كانت مليئة منطقة مشرف بيان وغالبية بيان منطقة صباح السالم هذه المجموعة كلها كانت يعني حياتها كلها اللعب بالساحات الترابية ففي كشافين بذاك الوقت وكانت منطقة يعني سهل التعامل فيها الثلاث مناطق كان نقدر نتعامل بها فكانوا يشوفون وعلى طول كان يتم يعني اختيار لاعبين فكانت المجموعة هي يعني الصفوة اللي قدروا يطلعون فيها أفضل اللاعبين اللي موجودين فيها احنا كنا يا أخي احنا مرت علينا نطق القادسية نطق كاظم نطق الكويت نطق العربي ما عندنا أي مشكلة بعز نجومهم وانا ما أقول لك إننا ناخذ بطولات لكن يكفينا احنا إن وصلنا أول نهائي دوري بعد التحرير بعدها على طول السنة اللي وراها أول نهائي كأس نهائي كأس سمو الأمير لغاية الفترة اللي أنا طلعت يعني أنا قاعد أقول بذاك الوقت كانت المجموعة كلها موجودة ومحافظة بالتدريج بعد انتقال حسين مشيمي مالك القلاف ابتعاد عدنان شعيبي مع بعض اللاعبين الكبار راح تراجعوا حق الفريق بين شد وجد بيصعد ينزل يصعد ينزل كابتن مالك يعني خلف الكواليس وفريق الإعداد نبهني على موضوع مهم جدا ألا وهو ملاعب صباح السالم ودنا تعطينا يعني شرح مبسط عن هذه الملاعب أبرز الشخصيات اللي كنت تواجهها في هذه الملاعب كان هناك مجموعة فرق وكان فريقكم له اسم خاص يعني أكيد إحنا أول شيء فريقنا اسمه فريق المنسي رحمة الله عليه هو اسم واحد من الربع موجودة وانتسبنا حق هذا المسمى فكانت من خيرة اللاعبين موجودة فيها وبنفس المنطقة عندنا إحنا فريق ثاني الإخوان من قبيلة عجمان يعني ومخلوطين ومجموعة يعني ذو جودة يعني ومنهم لاعبين يلعبون وياي بنادي اليرموك يعني بس هم بمسمى فريق وإحنا بمسمى فريق حلو. وعندنا فريق محمد جاسم الحي اللي هو لاعب نادي القادسية السابق وشيخنا الحين مطوع هو موجود أخوه مشاري جاسم أحمد جاسم الإخوان حسين جاسم هذين عندهم ملعب بعد كذلك هم عندهم ملعب احنا عندنا ملعب وهم عندهم ملعب ثلاث ملاعب فاليوم المباراه اللي تصير على ملعبك لازم ما تنغلب ولازم كلاسيكو اي يعني مباراه وهذه حق انت اخذ الصفوه اللي موجوده هناك عند فريق محمد جاسم واخذ الصفوه اللي موجود عند فريق المنسي واخذ الصفوه عند ربعنا العجمان فاحنا ثلاث فرق ما تصورت ان يوم من الايام ان هذا المثلث ممكن يشكل فريق واحد ليش اقول ممكن يشكل لانه قام يجونا من مناطق ثانيه فقمنا ناخذ احنا هني مجموعه هني مجموعه هني فصار مثل المنتخب مسمى اهل منطقه صباح السالم بس من ثلاث قطع وقدرنا احنا نتجمع وما كنا نرحم الفرق يعني 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 الله يذكره بالخير عبد الله العتيبي لاعب نادي الكويت محمد جاسم لاعب نادي القادسيه محسن سمهور لاعب الساحل عبد الهادي هادي العجمي لاعب اليرموك مالك القلاف لاعب اليرموك حسين جاسم وإذا كانوا صغار يعني أنا بعطيك بعض اللاعبين اللي موجودين محسن كذلك محسن ناشر حارس مرمى إحنا 6-7 لاعبين حالياً كانوا بذاك الوقت يلعبون بأندية خلاص مشينا وغير المجاميع محمد منسي الله يذكره بالخير عادل الضفيري كان لاعب العربي كان موجود ويانا مجموعة خيالية كبيرة الكل كان يتكلم أصلاً يعني أصعب منطقة منطقة صباح السالم كانوا يتكلمون بهالشيء تخيل احنا عندنا ملعب يعني اللي حاليا هي منطقة القرين او العدان كان قبلها طوف الجسر نطلع من صباح السالم عشان نثمر كانت كلها يعني ترابية صحيح فمسوي لنا ملعب هناك وموجودين وكل واحد يقول الزين عندي من اللاعبين يعني من حراسة المرمى لخط الهجوم من اللاعبين اللي كملوا مراحل سنية أخوي العزيز وأخو دنيا أبو محمد يونس دشتي وأخو حسن دشتي هذين الاثنين يعني يونس هذا يمكن غريم التقليد إحنا الوحيد إحنا المستغربين شون سلماوي كنا نقول بذاك الوقت يعني ما كل العرب القادسية الكويت سعد الدوسري هذا يعني
الله خذ أمانته من قبل فترة يعني. الله يرحمه. هذا لاعب يحب نادي الكويت. إحنا هذه ذاك الوقت شلون واحد يشجع نادي الكويت ولا يشجع نادي سالمية؟ يعني كلنا كنا نعرف العرب القادسية. للأمانة هذين الاثنين واحد سلماوي واحد ويانا بالفريق، ومن خيرة اللاعبين يونس مشى بالمراحل السنية بس ما كمل الفريق الأول، ومهاري وفنان وبضربات الجزاء لكن ما كمل، لكن أكثر واحد بحياتي ناشدني يعني من أيام ما كنت اليرموك أستاذ محمد لين انتقلت العربي، أكثر فريق بالكويت سجلت عليه هو نادي السالمية. كابتن مالك يعطيك العافية على هذا الشرح الكبير لمسيرتك خلال يعني فترة نادي اليرموك، كذلك ملاعب صباح السالم. إذا تسمح لنا ناخذ هذا الفاصل ونرد نستكمل حديثنا أعزائي المشاهدين، خلونا ناخذ هذا الفاصل ونرد نستكمل حديثنا إن شاء الله. يا هلا فيكم أعزائي المشاهدين مرة ثانية، نرجع نستكمل حديثنا مع الكابتن مالك القلاف أحد أبرز نجوم يعني الكرة الكويتية وكذلك المنتخب الوطني. كابتن مالك يعني ودنا نتكلم عن مسيرتك وفرحتك في بداية يعني دخولك للمنتخب الوطني، كلمنا في البداية يعني شنو كان شعورك، شلون عرفت الخبر، شلون تلقيت الخبر؟ شوف لما سجلت هدف على السالمية، أنا مساعة قلت لك لما سجلت هدف على السالمية بآخر دقيقة قلت لك محبوب جمعة الله يذكره بالخير هو أسطورة بالنسبة لي، الهدف هذا هو اللي نقلني للمنتخب، هذا أول خبر أنا ما كنت أدري، لكن لما وصل الخبر أنا مو من الأشخاص اللي قلت لك يتابع الجرائد، وقلت لك السبب، قلت لك أنا قرأت حتى شيء فيه قراءة بعد وفاة الوالد رحمة الله، الله يرحمه، وهذا الحكي صار يعني بعد التحرير، فتم اختياري الى المنتخب الاولمبي دايركت. ليش انا اقول لك ما مريت منتخب الناشئين؟ رحت منتخب مدارس بس منتخب الناشئين بالتسلسل ما عندي وقت، سنتين صعدت الفريق الاول، يعني ما خذيت حاصلي كلاعب شاب انه ممكن يتدرج بالمراحل السنيه بالمنتخبات الناشئين الشباب ثم الاولمبي ثم الاول، لا انا طمره واحده اولمبي اول، فهذا الهدف تم اختياري دايركت، تم اختياري بذاك الوقت إلى المنتخب والله يذكره بالخير كابتننا الكبير ومدربنا صالح العصفور كان هو مساعدي، فتم اختياري، فوصلني الخبر وأنا ما أدري يعني العالم تتكلم حين نفس السؤال اللي قاعد تسأله لي شلون تلقيت الخبر كذي نفس الطريقة، تم اختياري زين شلون أنا أدري الحين أنا مصمم إن أنا أشوف بعيني يعني الحين عشان تروح النادي بلغونك ينزل فيك الكشف هذا يبي لها كيوم يومين علشان تتأكد وتشوف إن هذا الاسم موجود، لا واحد من ربعي جاب لي اياها قال شوف هذا اسم الكهوه تم اختيار اللاعبين، طبعا الحين انا مو مصدق يعني انا نفسي اكيد ان هذا شرف صحيح. وانت قلت لك ما عشت لحظات تمثيل المنتخب وما خذيت حاصلك بالمراحل السنيه لان انا صعدت بسرعه الفريق، هي فرحه هي بنفس الوقت ارتباك لان اليوم في شريحه كبيره راح تتابعك، راح يتابعك الشعب الكويتي ما راح يتابعونك محبين نادي اليرموك، واحنا ما عندنا قاعده جماهيريه لكن محبيننا موجودين، قام اتلقى الخبر خلاص وقام يتواصل الخبر بسرعه البرق ومشيت، ولما الحمد لله الله كرمنا وصلنا الى اولمبيات برشلونه تاهلنا وقدرنا نتاهل، لم اشارك في هذه البطوله اثناء النهائيات برشلونه ما كانت مكتوبه اني اشارك كلاعب أساسي موجود. حلو، كلمنا كابتن عن بداية يعني اختيارك، دخلت عفوا المعسكرات، شنو كان شعورك وانت في المعسكر الأول للمنتخب؟ هو شوف اللاعبين اللي موجودين هم أكثر ناس يعني موجودين عشان يخلص عليك المعسكر المتعب، لازم يمرون عليك لاعبين يهونون عليك، يعني فهد كميل أنا أعطيك إياهم بالأسماء، أسامة حسين، منصور باشا، فواز بخيت، أيمن الحسيني، أنا أعطيك أسماء، يوسف دوخي الله يذكره بالخير، فلاح دبشة،
أنا أعطيك الشياطين ثامر عنان طارق الجلاهمة الدكتور، إحنا كلنا كنا نقوم عشان يجزر علينا الله يذكره بالخير بشير صلبوخ حمد مرزوق، هذه مجموعة رحمة الله عليهم تالي أنا المرحوم ناصر السوحي. المعسكرات كانت كلها دقات بالتمرين ما بعد التمرين وانت طالع ولا انت داش، الكابتن يوسف اعتقد الشمري حارس مرمانا حارس مرمى فحيلي بتاعك الوقت هو اللي كان يوثق، هو اللي عنده الكاميرا، طبعا جابر النصار اعلامينا الكبير وهو الموفد الاعلامي ذاك الوقت يطلع وياك صحفي يطلع وياك للاعلام بالتصوير كان يوثق لنا كل شيء، الاستاذ جابر النصار كان يوثقنا، كان هو اللي يسوي لنا اللقاءات، هو اللي يدزها على الجرايد، كنا نتابع كل شيء كل شيء عن طريقه، هو اللي كان حريص، هو اللي كان ينقل الصوره الحقيقيه، هو اللي كان يبحث عن بعض اللقطات اللي انت تفضلت عليها فيها اكشنات كانت عنده. كابتن مالك كلمنا عن ابرز انجاز على المستويين، مستوى المنتخب ومستوى النادي. شوف اذا بناخذها خلينا ناخذها على مستوى النادي بعدين ننتقل للمنتخب، لان مستوى النادي يعتبر الدرجه الاقل من المنتخب هذا صحيح، لكن لها خاصيه. يمكن انا يوم من الايام ما حلمت يوم من الايام ان انا اشوف نفسي لاعب واوصل نهائي دوري عام وانا وقتها لاعب نادي اليرموك، واوصل نهائي امام نادي القادسيه واكون انا سبب رئيسي بعد الله سبحانه وتعالى واخواني اللاعبين ان انا اكون سبب وصول هذا الفريق الى نهائي الدوري. ومنو بذاك الوقت موجود؟ انت تتكلم عن مؤيد الحداد، تتكلم عن راشد بديه، تتكلم عن اساطير موجوده بذاك الوقت لها اسماء، تتكلم عن محمد مران، اسماء خرافيه كبيره لها وزنها، تتكلم عن عبيد الشمري. هذا بالنسبه لي انجاز شخصي، وصولي لمباراه النهائي هذا انجاز شخصي، لكن لو بسترسلها على مدى السنوات انا مثلت النادي العربي 11 موسم فريق اول، اليرموك 6 سنوات، فرسميا اليوم الانجازات كلها منصبه على نادي العربي، انا حققت ما يقارب بين 15 الى 16 انجاز بنادي، لكن ابرزها واهمها طبعا بطولات حضره صاحب السمو حفظ الله ورعاه وسمو ولي العهد حفظ الله ورعاه، هذه بطوله انت لا يمكن تقارن باي بطوله بالعالم انا وجهه نظري، فهذه بطولات خاصه وانا الحمد لله قدرت ان انا احصد عليها على 8 بطولات 4 ب4، لكن على مستوى النادي انا بوجهه نظري بطوله مجلس التعاون الخليجي 2003 وانا راحت مني بالقرعه كهداف البطوله، وقدرنا ناخذ البطوله امام منه نادي الهلال السعودي، واللي مزج من محمد الدعيه حارس مرمى الى سامي الجابر موجود الى نواف التبياط الى الشلهوب، فريق كامل بمحترفينه، واحنا كنا مجموعه ولم يراهن علينا احد لكن كانوا رجال داخل الملعب، وقدرنا نحصل على بطوله مجلس التعاون الخليجي. للعلم ليش انا اقول لك هذه اعتز فيها؟ بذاك الوقت رحمه الله عليه سمو الامير الشيخ صباح كان رئيس مجلس الوزراء، بين الشوطين احنا غالبين 1-0، فييرا مدربنا ويذكرون هاللاعبين، سمير رحمه الله عليه ألف رحمة دموعه، قال حق المدرب أبي اللاعبين من بين الشوطين أبيهم منك بس يعني دقيقتين بس عندي مكالمة أبيهم يسمعونها معنا. لمونا سوينا دائرة، المرحوم حط سبيكر، كان رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير، قال أنا المباراة قاعد أتابعها وما بكم ترجعون الكويت إلا وياكم الكاس. أنت شنو واقعها عليك كلاعب؟ مؤثر، مو بس مؤثر، اليوم لو تجيب لي فريق البرازيل سبتذبح عمرك، انت تتكلم عن شخصيه يعني استثنائيه الله. إيه إيه. يعني ولما يقول لك انا متابع المباراه، تخيل لما يقول لك انا متابع المباراه، شنو وضعنا احنا كلاعبين؟ احنا الواحد صار عن اثنين، يعني صرنا كنا 22 لاعب. لا اعطيك معلومه استاذ محمد، اخر 20 دقيقه غير وقت الضايع، اخر 20 دقيقه احنا قاعد نلعب منقوص لاعب، مطرود منا لاعب، فعلا كان الواحد عن اثنين، وقدرنا ناخذ بطوله مجلس التعاون، وافضل حارس مرمى ياخذها الكابتن الكبير فلاح دبشه، واخذ انا هداف البطوله راحت بالقرعه بيني وبين كابتن بدر الشمري كان يلعب ذاك الوقت بنادي المحرك، الفريق المثالي واصحاب البطوله. هذا الانجاز بالنسبه لي على مستوى النادي هو التوب. صحيح. انا بوجهه نظري. طبعا كابتن مالك القلاف يعطيك العافيه على حضورك ومشاركتك معنا في برنامج لقاء خاص واستعراض هذه المسيره، راح نستكمل يعني هذه الحلقة بحلقة أخرى إن شاء الله. أتشرف. لنا الشرف طال عمرك. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله، إلى اللقاء.